الحصل الصبح اللي كنا في الكتكات هنا في شركه المياه، شغالين في شركه المياه، سمعنا الانفجار طلعنا نجري علينا. جينا بقى لقينا امين الشرطه ربنا يسترهم متقطع حتت، الرجل في حته والايد في حته. الناس المهم الناس دخلت لموه بتاع، وجات الاسعاف شالته وخدت الاسعاف ومشيت. بس ده اللي شفته، جاي بظروفها طالع على السلم عشان اركب فوق الكوبري، نزل وسط البلد وحصل انفجار. بعد الانفجار بثواني طلعت فوق بصيت على لقيت فيه العربيه النص النقل دي والاخ الله يرحمه حمدي مباحث، راجل محترم وعارفينه كويس جدا لان احنا شغلنا في الزمالك. ربنا يرحمه بصراحه. لقيت الجزمه بتاعته طبعا متنطوره، والست كان في ست طبعا رجليها برده اتصابت، وفي عربيه تانية ملاكي الهزاز بتاعها اتكسر من ورا. وربنا حسبي الله ونعم الوكيل في العمل كده. انا شغال في مصطفى محمود هنا الامين حمدي ونعرفه كلنا ورايحين جايين عليه على طول، مالوش ذنب ولا اي حد له ذنب، ونطالب الناس يعني الناس دي تاخد اعدامات يعني بصراحه. الناس اللي بتعمل الحاجات الجبانه دي اللي الناس كلها عارفاها. الراجل اللي مات ده انا عايز افهم، الراجل اللي مات ده شهيد عند ربنا، دول كفره والله ما يعرفوا ربنا، عشان لو واحد يعرف ربنا ما يقتلش واحد مسلم. ده الكعبه تهدم طوبه طوبه ومفيش واحد مسلم يموت، ده ربنا اللي بيقول كده. دول كفره ما يعرفوش ربنا، ربنا ما قالش نموت في بعضنا. تخيل ان الكوبري بيقع او في حاجه كده، تبقى يجرين على اساس الانفجار، لان دخان طالع جامد والعربيات كلها واقفه والناس عماله تجري وتخبط في بعض، ونزلنا العربيات عكس من هنا عشان ما فيش حد في تصادم. القنبله دي كانت متسابه على جنب وجه عند العربيه وقفت كده، راح الانفجار ده حصل. كان في امين شرطه الله يرحمه هو مات شهيد، جبنا رجليه من الناحيه الثانيه. حسب الله ونعم الوكيل في بتوع داعش، كلاب داعش، كلاب بيشيلوا والناس اللي هي بتاذي البلد دي كلها، حسب الله ونعم الوكيل فيهم. والله احنا معديين لقينا حاجه امين شرطه وانفجار وحاجه جامده قوي، جرينا عم نشوف ايه، لقينا واحد متقطع بعيد عنك، والعربيه دي اللي كانت واقفه اول ما القنبله ضربت اللي هم واقفينها دي، هو جاي كان جنب العربيه. اول ما العربيه وقفت حصل اللي حصل، امين الشرطه كنا بنلم والله لحمه يا ماما من على السور ده، وحاجه وقعت هنا وجبنا رجله من الناحيه الثانيه. كنت قبل الطلعه دي لقيت حاجه ضربت جامد قوي اوسخ من القنبله، ولقيت ناس عماله تطير شمال ويمين، وفي ايد او رجل وقعت هنا في الميه، والناحيه الثانيه عند النازله كده في رجل. طبعا ما جيت وقربت لقيت المنظر وحش، الامين الشرطه ده متقطع كده ولحم طاير على الحديد وكده، ما جاليش قلب. رجعت بقى ورا والناس بقت تلم وتحطها لغايه ما الاسعافات جت، بقت تلم وتحط في الاسعاف ومشيت. هي الناس دي عامله لنا ايه؟ الضباط ديت ولا الجيش ولا الامناء عامله لنا ايه؟ ده حاميننا. اللي حصل النهارده ان اثناء تواجد خدمات الامنيه بتاعتنا اعلى كوبري 15 مايو، واثناء تواجد امين مباحث رحمه الله اسفل التنده للحمايه من الشمس، حضرت احدى سيارات ربع نقل اجره من منطقه بني سويف تستعلم عن كيفيه الوصول الى فندق ماريو. اثناء قيام امين البحث بتاعنا لشرح كيفيه الوصول للسائق حدث الانفجار فجاه. اصفر الانفجار عن استشهاد امين الشرطه المباحث تبع اداره تامين الزمالك، واصابه الشخص كان جالس بجوار السائق، واصابه سيده كانت طالعه من السلم تستقل لاحدى المواصلات. ده مش هيأثر على عزيمتنا ولا هيوقف مسيرتنا، واحنا ماضيين في مكافحه الارهاب الغاشم، ودي خسه وملهمش ذنب المواطنين الابرياء ان هم يصابوا او في حرب خسيسه ملهاش اي معنى منهم.